بدكن تعرفوا كل شي عم بيصير بالجالية العربية بتورونتو؟ ما إلكن إلا تتابعوا برنامج Ask Mirna. تحياتي لكل مشاهدي راجرز تي في بحلقة جديدة من Ask Mirna. العالم عم بيحتفلوا بعيد المرأة يلي هو Women's International Day. بحب عيد بهالمناسبة كل امرأة وكل ام بكل انحاء العالم، وخصوصا الاميات يلي عم تخسر اولادها بالحروب، وبقلن الله يقويكن وان شاء الله قلوبكن بتملأ حب وسعادة. وهلأ حنستعرض بلمحة سريعة اهم النشاطات يلي عم تصير بالجالية. السيدة فيروز الزعبي العتبي ام لثلاثة توأم اصدرت كتابها الجديد عن حياتها مع اولادها التوأم بعنوان The Tiny Sweet Triplets، وموجود بانديكو تشابترز لايبرري بريتشموند هيل، وحضر عديد من الاصدقاء والاشخاص المهتمين بهالموضوع. اقيم حفل تكريم ووداع بالجاردنر ميوزيوم بتورونتو لدكتور بيتر دورمان رئيس الامريكان يونيفرسيتي اوف بيروت الاي يو بي يلي ترأس الجامعه من سنه 2008 بحضور عدد من طلاب الجامعه. Innovative Living Seminars، هيدا كان عنوان الوركشوبس يلي اقيم بالبيفيو جولد اند كونتري كلاب بتورنهيل، ليضم العديد من اصحاب الاعمال للاستفاده من الخبرات المتحدثين لزياده الانتاج باقل عمل ومجهود. وهلا عنا خبر مميز من اليو ان يوث ديليكت بالعراق وبرنامجهم للتعاون مع كل منظمات الشباب والمتطوعين من اجل تاسيس تعاون مشترك لجميع شبابنا بعالم الوطن العربي، ويلي بيبدا من العراق، لبنان، أردن، مصر وتونس. بحب أتشكر رعد كردي والجالية العراقية بالعراق لتواصلهم معنا والإنجازات يلي عم يبذلوها من أجل الشباب لنشر السلام بكل وطننا العربي. K&J's Auto بيقدموا أنسب الأسعار لجميع احتياجات سياراتكم، وأيضاً بيتعاملوا مع أهم شركات الإنشورنس وإيجار السيارات بتورونتو. 416-518-9731. أنا إحسان سعيد في خدمة الجالية العربية لجميع احتياجاتكم العقارية، بيع، شراء، تأجير، بأسرع الأوقات وبأفضل النتائج. ببداية حلقتنا، وبما أنه عيد المرأة العالمي، عملنا انترفيوز مع العديد من الأشخاص يلي حتتعرفوا عليهم وتسمعوا آراءهم بهالمناسبة. أعزائنا المشاهدين، معنا مدير التنمية الاقتصادية بالأمم المتحدة اليو أن الأستاذ تامر حجازي. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك تامر، فيك تعرف كل المشاهدين عن حضرتك؟ الاسم تامر حجازي، انا حاليا بشتغل مدير التنميه الاقتصاديه بالامم المتحده وبخدم على مستوى العالم. دوري ان انا احاول اساعد الدول انها تربط كل الوسائل والموارد الاقتصاديه الخاصه بكل دوله انها ترتقي بالمستوى الاقتصادي، ودعم جميع مهارات الليبر فورس، الطاقه العامله، الموارد البشريه، من حيث انها تنجح وترتقي في اقل تكلفه ممكنه للاقتصاد الوطني لاي دوله. في الوقت الحالي أنا مسؤول عن تدريب جميع أفراد ومعظم أفراد العاملين بالأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية في كل ما يختص باتخاذ القرارات ودراسة الأمور الفنية والتجارية الخاصة بخدمة الشعوب على مستوى العالم. وطبعاً بالإضافة أن أنا مسؤول عن تحاول مساعدة أجهزة الأمم المتحدة في ابتكار وتبني جميع الأفكار الخاصة بريادة الأعمال، بحيث أن هي تحاول تقدم رؤية مبتكرة لدورها سواء على مستوى الاقتصادي أو مستوى الصحة في الأمم المتحدة أو الأطفال أو اليونسكو أو اليونيسيف. شيء عظيم جدا تامر. اليوم نحن بمناسبة الومنز داي، شو برأيك تأثير المرأة بالمجتمع العربي؟ والله حاليا في الوقت الحالي دور المرأة في المجتمع العربي في ازدياد، ولكن طبعا الفترة الحالية بتستلزم ان جميع الافراد
داخل الحكومات أو سواء المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني، أنها تحاول أنها تستوعب دور المرأة وتحاول أنها تقدم أفكار بناءة بحيث أنها تساعد السلطات والحكومات العربية على مستوى الوطن العربي أن هم يحاولوا أن هم يفهموا أن دور المرأة قد يكون أكبر ومناسب سواء في القطاع العام، القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة، أو إذا كان ممكن يكونوا رواد أعمال، وخصوصا بعد ثورات الربيع العربي في 2011. Catherine, you're one of the organizers here. Is there anybody else helping in this beautiful event? We have a team of women that work in the background, yes. It's Women's Day today. Happy Women's Day to you, and great you're supporting all the women here. Yes, thank you. Celebration of Women works to create opportunities for women to empower themselves and expand their business and bring health and wellness from the inside out. That's amazing. How long have you been doing this event? This is our third annual year, and our organization has been building for the last 9 years. Our organization has a primary mandate to push and promote equality of all women among women, because we have a firm belief that when this planet, the women on this planet, treat each other as equals, there will be sustainable positive change everywhere. Hi, what's your name? My name is Ahmed Shah Duranai. Ahmed, you don't speak Arabic, right? I speak broken Arabic, but I speak English much better than Arabic. You wanted to show me a little bit about your new book? Yes, my book is called The Leadership Zone, Lessons from the Frontlines, and it was published last year in November. And the book is about how to become a better version of yourself, how to reach to that level of peak performance, which I call the leadership zone. And it shows what barriers people face to go there, and how to get over those barriers so that they live in their leadership zone. معنا كلير أرمسترونغ يلي مشتركة بميس يونيفرس كندا 2015. How are you today? Good, thank you. How are you? Good, thanks. First, I want to tell you have beautiful hair. Thank you, love. What defines beauty to you, Claire? I think beauty is mostly found on the inside of a person. It reflects on your outside as well. I think you can find beauty in everything, and I think that all women are beautiful deep down. That's amazing. When is the competition is going to start? The actual competition is May 24th. There's voting before then, so if you would like to vote for me, please cast your vote at beautiesofcanada.com. If you want to send a message to all women, what do you tell them? I say just be happy with yourself. You are who you are. You can't change that. Just be happy and try and find positive in any day. Thank you so much and good luck. Thank you so much. My pleasure. مرات زوجي دكتور فيزياء، مدير الأكاديمية للورود بالإمارات، واشتغلت معه بالأكاديمية مع الرياضة وآرت. كنت كتير بحبها هاي المهنة مع مهنة والمرأة دائما واقفة، يعني احنا نضال المرأة عندنا من يعني من العشرينيات بالقرن الفايت، هي المرأة مناضلة. عندنا نساء واقفين، وعندنا طبيبات من القرن الفايت من الثلاثينات، عندنا دكتورة لزيها الدليمي وغيرها، وصاروا طبيبات وصاروا وزيرات عندنا ومناضلات عندنا، وعندنا أحزاب مناضلة، يعني عندنا تاريخ احنا مشرف بالعراق. وإن شاء الله دائما احنا يعني نتأمل خير دائما، يعني عندنا رجالنا ونسواننا وكلهم واقفين يعني وقفات زينة، وأولادنا ربيناهم تربية زينة الحمد لله، تعبنا عليهم يعني، وإن شاء الله تعبنا ما يضيع وما يروح حرامات، ونتأمل ببناتنا وأولادنا خير إن شاء الله. احنا تعايشنا احنا الأربعة ووحدنا، بس اللي شيء اللي أكيد أنا طول حياتي ما راح أقدر أنساه، أنه هي نقطة حياتي وأخويا من حريق بالفندق، اللي أبويا الله يرحمه اللي عافها وحدها من وراء الحريق، بس هي ظلت شالتني أنا وأخويا، وإحنا بعدنا صغار، حتى لو أنه أختي راحت من عندنا توفت بالفندق، بس هي ظلت يعني من طاقة الثانية ذبتنا إحنا وأخويا، يلا قمزت من يعني آخر شيء أنه هي. فهذا الشيء كل ما رح أقدر أنساه، أنه أمي نقدة حياتني، يعني هذا الشيء يعني هذا الموقف اللي واحد يعني روحها تكون عزيزة بالعراق أربيل، يعني أربيل من حريق. The war between Iraq and Iran, there was celebration. The firework caused the hotel to be on fire. Yeah, so it was at 2 a.m. at night. Then she saw the fire coming, and then she woke my dad. He
he, I don't know what was wrong, but then he just jumped off the window. And then she had to carry me and my brother. I was only 9 months. And then she didn't know where my sister was. So she thought about her children first. She threw me from the window, my brother, and then she couldn't find my sister. And then she jumped. So هذا, she's my hero. Because هذا الموقف يعني أكيد. كلياتنا أمهات مغتربين وبعيدين عن أمهاتنا وبعيدين عن أوطاننا. ولنك يا الوطن أمي. اليوم بدنا نحكي عن الأم شوي. أخاف إني إذا سافرت أعود أرجع ملاقيها ترى وش حالا أيامي إذا أمي ما هي بيها. أخاف إني إذا سافرت أعود أرجع ملاقيها ترى وش حالا أيامي إذا أمي ما هي بيها. أريد النوم جافيني وتمسهر أحاكيها أطالعها أناظرها أراضيها وحاكيها وناظر وجهها الضاحك وأنا بسمع أغانيها. ويجي موعد القصة ويطيب أمي حكاويها ونامنا على صدر يساوي الدنيا وما بيها. وقبل الفجر ما يأذن بالصلاة تلاقيها تبارك بيتنا رحمة من كثرة دعاويها. وقبل الشمس ما تشرق تشرق روحها فيها تحضر زادنا بدري ملابسنا وتكويها. وبأمان الله تودعنا وبالضحكة نلاقيها. يا رب أمي تحفظها وبالجنة تجازيها. ويا ربي قصر سنيني وخذ من عمري واعطيها. أنا كل الغلا أمي ومن غير أمي أغليها. وكل عام والأمهات كلهم بألف خير. إيه روحي وعمري ونظر عيني ويا كثر أمي غلاها. أترك كل الخلق والله واطلب من بعد رضا الله رضاها. أنا والله لقبل الأرض اللي داست عليها أمي بخطاها وغلف قلبي هدية شكر ومحبة لتعبها وشقاها. شمعة وينحرق عمرها بلعطة وينتهي صباها وتموت لجل نحيا وفرحنا هو غاية مناها. الله على تعبها وشقاها. الله على حبها فعطاها. بالعطف الله خصها وبالود والرحمة والوفا حباها. إن كان رب اللي خلقها بجنته وكافاها وجزاها. والله ما هو بكثير أنا الفقيرة ضحي بروحي وبعمري فداها. إيه الصديقة والرفيقة والحبيبة. إيه أمي ربي يرعاها تحتويني وتفتديني وتبعد هموم الدنيا عني وبلاها. لو مرضت لو فرحت لو بكيت أو شكيت منو بيسمعني سواها. أنا على صدرها أرمي آلامي وأحزاني وطالع حلاها. شمس تشرق بالمحبة نستنير بنورها وضياها. ملاك وعلى هيئة بشر الله للخلق أهداها. إليان وهي بتعرف إني لما أكون بخير على وتر حروفي بعزف. طلبت اكتب على العيلة وبقلة آسف إليان. العيلة اللي كانت تجمعنا ما عاد لها أي مكان. الكل تفرق وتغرب ونحن بنفس المكان. سقف العيلة بيجمعنا بس بالاسم وبالعنوان. الأب معتر ومشنج بيرجع من شغله تعبان بيقضي وقته بالساعات على الجزيرة وعلى الأخبار. والأم من كتر الوحدة صارت تشكي من الختيار. لك شبكت على الفيس وعلقت وصارت مثل صغار. وعلى الواتساب وقته مشغول نكت وأشعار وأسكار. الطبخة صارت للتصوير والشغل مراكم بالدار. والإخوة ما عاد فضيوا كل واحد منهم مشغول. بيقعد بالغرفة ساعات كنه من العيلة مفصول. لك عامل حاله عم يدرس وهو سرحان ومسطول. شابك عن نت مكيف ومع جروباته مشغول. أما البنت اللي كانت نبض وعين العيلة اللي ما بتنام. لك صارت هي هم البيت وكيف فينا نخليها تنام. كانت على البيت مرباي لا في سهر ولا تأخير. هلا صار بدها حفلة لو رجعت بيتها بكير. احكوا لي هلا يا ناس بهالعيلة وين التقصير. سأل الله أيام زمان يوم ما كان للعيلة كبير.
اعتقد ان نظره الرجل لازم انها تتحسن، ولابد ان هو ينظر الى المراه كقيمه مضافه او قيمه محفزه للعمل. واساسا احنا دلوقتي بنتكلم على التيم وورك وفرق العمل وبناء فرق العمل بحيث ان احنا نقدر نسمو بالاقتصاد الوطني او بالاقتصاد العربي داخل الوطن العربي في منطقه الشرق الاوسط. بيقولوا في مثل بيقول وراء كل رجل عظيم امرأة، مظبوط هالشي؟ شو رأيك، شو تعليقك على الموضوع؟ هو ده حاجة صحيحة ان وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، بس لسه لغاية دلوقتي ما حدش ثبت ان وراء كل امرأة عظيمة في رجل عظيم. فبالتالي هي مقولة صحيحة، لان انا طبعا فخور بان والدتي وكل اختي وكل العائلة كانوا ورايا في الموضوع الوصول الى البوزيشن اللي انا فيه حاليا في الامم المتحدة. ولكن برضه على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى بيئة المجتمع ان السيدات بتعمل دور محترم لغايه النهارده، ويمكن تعمل دور احسن في المستقبل اذا اتيحت لها الفرصه او السلطات او الحكومات اعطت فرصه لاستيعاب المراه داخل المجتمع في بيئه العمل او كرواد اعمال او في السياسه، ممكن تسمو بالمجتمع بشكل افضل. شكرا كثير لك استاذ تامر على المقابله الحلوه، بنتمنى لك على طول كل النجاح والتوفيق، وكمان فخر للجاليه العربيه انك انت عضو باليونايتد نيشن، هذا الشرف لنا. شكرا كثير لك مان. مشكور، اشكرك، شكرا جزيلا، شكرا. اهلا وسهلا فيكم مكتبي، انا فؤاد دي بروكر في شركه ريماكس في خدمة الجالية العربية بمجال العقارات والمورجج. استشارة مجانية، خبرة 18 سنة بين أيديكم، بخدمتكم دائما. بحب رحب بكل مشاهدينا. وزعت المدرسة ريم الرافعي بمدينة نورث يورك شهادات للأطفال يلي أكملوا التعلم اللغة العربية بمدرستها أرابيز كرياتيف ليرنينج بحضور عدد من الأهل الفالونتيرز والأصدقاء. خلونا نشوف سوا أهمية التعليم العربي. My name is Rubina. I'm Zeba's mommy. In fact, my daughter was with Reem for a very short time. It's like 1 month. But as a non-speak, we don't speak Arabic. But she, you know, she was enjoying the class and she was happy. So we are very happy with the Reem's way of teaching. قال أسد من أنتي؟ أجابت النخلة أنا النخلة شغلة 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 أنا النخلة شغلة أسنى واسا. Three children, Iman, Rabia, and Ali, have been with Miss Reem for, I think, almost 2 years. And I am extremely pleased and grateful to Miss Reem that she has helped my children learn. My two daughters are reading and writing. My son is picking up. She is extremely patient, and I give her a lot of credit for that. And Hi, I'm Maryam. I'm Ayman's mom, and Ayman's been there since September and doing really well. And we're very happy to be with Reem. And although we are an Arabic-speaking home, we speak very much English at home, and so none of my other three children actually speak very much English, Arabic. So it's nice to see how much he's picking up since he's been with Reem. We're going to play just a game we play in class. It is, I'll give you a letter. I'll divide you in two groups, and I'll give you a letter, and you have to give a noun and an animal and any kind of food. Iman, شو هيدي اللي بإيدك؟ What is this? It's my certificate from Arabic school. So you speak Arabic now or you write? I can write some Arabic. What did you enjoy the most in this Arabic course? Playing games and doing art. Really? So you learned how to read and write? Mostly how to write. معنا مس ريم هلا. ريم بدنا نقول لك يعني مجهود كبير عملتيه، شفنا كل الطلاب كتير مبسوطين اليوم وعملوا شغل كتير حلو، يعني يعطيك العافية على كل المجهود اللي عم تعمليه. شو بتحسي بيفيد العربي للأولاد بهالعمر؟
العربي هلا لازم بهيدا العمر مش يعني بأصغر شيء ممكن يبلشوا يتعلموا عربي لأنه مخارج الحروف صعبة. صار بيبلش على عمر متقدم بيصير صعب، بيرفض بعض حروف مثل الخاء الغاء، هيدول اللي عندهم سوء أفضل على كل ما كان العمر أصغر بيتعلموا أسرع وأسهل. أكيد. أدي سألك بتعلمي عربي؟ بكندا صار لي 5 سنين. وين كنت قبل؟ كانت بتلفزيون أبو ظبي. شو كنت عم تعملي بالتلفزيون فيك تخبرينا؟ كانت تي في بروديوسر، معدة ومقدمة برامج أطفال، كنت أكتب برامج أطفال وأخذت الجائزة الذهبية لأفضل برامج أطفال بمهرجان البحرين والفضية بمهرجان القاهرة. فيري لاكي يعني الأولاد أنه عم بيخدم حدا هالقد عنده experience وبيحب التعامل مع الأولاد. ايه اكيد بحب الأولاد كتير وفكرت أنه أعمل العربي حط فيه شوي إبداع شوي يكون سهل عليهم يحبوا بالدرجة الأولى. أهم شيء الأولاد يحبوا. أكيد لاحظتهم عم بسألهم شو أكتر شيء حبيته، بيقولوا لي الجيمز، وعم تعمليها بطريقة حلوة للأولاد يقدروا يتعلموا عربي بشي ما كتير يكون صعب، صح؟ إيه، والقصص الأغاني نبلش كلمة كلمة منزيد فعل بعدين بصير جملة وسهل يغنوها منغنيها سو مثل ما شفتوا شوي. أوكي، معنا طلاب مجتهدين بيحكوا عربي. شو اسمك؟ سارة. وشو كمان مين أنت؟ سمينة. ياسمينة، شو تعلمتوا من الكورس العربي اليوم؟ أنا علمت كيفاش نكتب وإن أقرأ. وياسمينة، شو حبيتي أكتر شيء مع مسريم بالكلاس؟ الجيمز. What's your name؟ أمال. أمال بتفهم شوي صغيرة عربي، بتحكي مور تونسي، سو هنحكي معها بالإنجليش. Your son is here, right? Or your daughter? So I have two kids that are attending this program. Sarah, who's 8, and then Yasin, who's 10. So you speak Tunisia, right? So بنحكي, yes, we speak Tunisia at home, but we also speak French and English. So you think it's very important to learn a third language here in Canada? Absolutely. Yes, absolutely. We want to keep our roots and we want to keep speaking Arabic. And thank God we have found this program. And Reem is an outstanding teacher. So we're very grateful for having her and for the kids to actually follow this program. Yasin, مبروك الشهادة في شوفة. شو مكتوب عليها؟ It's a certificate that I got in my Arabic class. Why do you think you got that certificate? Because I did well in my Arabic class and it's really good. I like it a lot and I improved a lot since I came and I've only been here for 3 or 4 months. That's amazing. What did you learn? I learned how to read more fluently and to write because before I did not know how the letters went together. But after she taught me how to put them together and which letters were not friendly and which letters were friendly. تعرفين عن حالك؟ اهلا وسهلا، انا مريم، ابني ايمن مع ريما في المدرسه العربي. بس كيف ملاقي ايمن عم يستفيد من العربي؟ ايوه بيستفيد كثير. ريم عملت شغل كثير مع السنه دي، هو ابتدى معها في سبتمبر ومن ساعتها ابتدى يتعلم وبيفتكر الحاجات اللي بيتعلمها معها. كان قبل كده بقى له 2 أو 3 سنين في مدرسة عربي ما كانش بيفهم يعني أي شيء برضو، سو كده اتحسن كتير. قدي عمره أيمن؟ أيمن 7 سنين. هي أول سنة بيدرس عربي؟ أول سنة بيدرس مع ريم. شو بتحسي بيفيد العربي للولاد؟ بيفيد طبعا لأنه بياخد منه معلومات عن أهله أو عن بلده، ويعني الكولتر تبعنا يعني هو ده أكتر حاجة. طبعا بكندا دائما بيشجعوا اصلا على كل حدا يحتفظ بلغته اللي بيعرفها ويتعلم لغات جديده. نسيت اقول في عندي تلاميذ ياسمينة بيعرفوا عربي فرنسي انجليزي وعم بيتعلموا ماندرين كمان ما شاء الله. مهم طبعا لبعدين بس يكبروا ويصير بدهم يلاقوا شغل، كل ما بيعرفوا لغه اكثر كل ما بيكون عندهم فرص عمل أكتر ومعاشهم أعلى.
أكيد أكيد. وشفنا بعض الأهل ما بيحكوا عربي، كيف لازم يعملوا بالبيت؟ يعني صعب يصير في حكي بالعربي إذا الأهل ما بيحكوا عربي مزبوط، وحسوسا إذا بتعطيهم إشي يعملوها بالبيت مثل هومورك. بعطي projects، ما بعطي كتير homework غير إذا ما خلصوا الهومورك بالبيت، لأن بعرف ما حيعملوه. بس يعني عبر مشان هيك منجرب بالصف قدر المستطاع. دايما يعني بنصح يكون ياخدوا مرتين بالأسبوع، في معظم التلاميذ بياخدوا مرتين بالأسبوع. أهل ما ديرهم ماينر، أنت عم تحكي لبناني؟ أنا بحكي لبناني. بيتعلموا الأولاد لبناني؟ ديرهم مرات بس تقرب الفكرة للكلمة بقولها بالمصري تيفهم. من تونس تعلمت منهم، تعلمت منهم كم كلمة منيح. سو يعني أنا فكرت فيها من نحن بلبنان، نحن وصغار منعرف غنية ماما زمانها جاية، صح؟ So it doesn't matter إنه أي لهجة، إنه that's fine، واحد كلمات متشابهة. هلا طلعتي لي فكرة بنيكي مع الشو معنا، تعملي فكرة للأولاد تعلميهم شي جديد، شو رأيك؟ يب كتير حلو. Thank you كتير لألي كريم، يعطيكي ألف عافية، شكرا. مرسي ميرنا، مرسي كتير لألك. Malhaba to all the Arabic community. My name is Claire Armstrong. I'm running for Miss Universe Canada 2015 only on the Ask Mirna show. Hey, it's the Hammer from Z1035. And I'm DJ Danny D. If you want good food, Sultan is the place to be. اهلا بكم في اريسن شيفرلين ايرن ميلز، انا نبيل برحب بجاليه العربيه. اريسن 65 سنه جنرال موتور ديلر. اهلا بجاليه العربيه، شرفونا. زيرو داون بيمنت وزيرو فاينانسنج لاي عربيات مستخدمه او جديده. ليتعلم البشر ان الانسان الاغنى ليس من يملك الاكثر، بل هو من يحتاج الاقل. شكرا للمتابعه، بودعكم وعامل شوفكم بالحلقه الجايه.